جديد في فير بلاي، نحكي على تأهل منتخبنا الوطني التونسي للأوسط الكان موريتانيا 2021. كيفاش كان منتخبنا في البطولة هذه؟ كيفاش كانت الدورة بصفة عامة؟ ونحكي أيضا بصفة خاصة على مقابلة منتخبنا اللي بعد أحد المنتخب الليبي وفوزه في آخر لحظات المقابلة بهدف شهاب العبيدي، هدف كان ثمين من أجل ضمان التأهل. معنا أكثر الحديث عن المقابلة المدرب والمحلل الفني طارق المسعودي. طارق، أهلا بك. اهلا بيك، تسلم، تحيه ليك، تحيه متحميك ستيشن فيهم. خويا اول حاجه الساعه ان شاء الله تكون لاباس بعد الاصابه نتاعك بالكوفيد. والله لاباس الحمد لله، كيما الناس الكل جات غفره من الايامات الاولانيين وخذينا الدواء وطبقنا التعليمات تاع الطبيب وتوا في تحسن كبير الحمد لله. سافا اليوم خير شويه، تحس في روحك؟ لا خير، خير برشا، خير برشا من اول جمعه اللي فاتت الحمد لله. باهي يا طارق، انت نعرفك مغروم برشا وتتابع برشا مقابلات الشبان، خلينا ناخذ ما عندك فكره عامه على منتخبنا في البطوله هذه كيفاش كان، وخاصه مقابله البارح ضد المنتخب الليبي. اول حاجه نبداو بها ساعه هو بعد التقسيم الجديد نتاع الفيفا اللي الكوب دافريك ولات اي 20، قبل كانت اي 19، قبل نقولوا الاوسط اقل من 19، تو ولات اقل من 20. صحيح. واول مره في تاريخ اللعبه المواليد السنوات الفرديه هما اللي يلعبوا تصفيات كاس افريقيا اللي هما 2001 مثلا سنين ديما 88 90 92 94 96 98 2000 وانت ماشي ديما باللي مولودين في السنوات الزوجيه. هذه اول مره يكونوا محظوظين اللي موجودين في السنوات الفرديه، انه بعد التقسيم تاع الفيفا وبطبيعه الكاف تحت فيفا مشاو بها العالم الكل، ولينا نحكيو ايفا اللي هما 2021 مواليد 2001. المنتخب هذايا الناس الكل اللي تبع فيه يعني فما كاليتي كبيره برشا، تعرف اللي ما كانش عندهم منتخب معناها في المينيم والكادي اسلام 2001 هذوما عمرهم ما انتموا للمنتخبات، ديما يعني استجيت منتخب جهه ومنتخب حسب المناطق، ماهوش منتخب يعني يمثل تونس معناها، خاطر ما عندهمش حتى كومبيتيسيون يدخلوا فيها. ملي صار التقسيم هذايا بطبيعه صار الراسومبلومون تاع مواليد 2001 فيهم. اما طارق كوميم، اما عندهم عام ونص تقريبا يخدموا مع بعضهم ليكيب هذي. اكيد عامين. عامين بالضبط، عامين وتلم. ما هو اذا كان انت كان جاوا هذوما من مواليد 2002 ولا 2000 تلقى عندهم مسبقيه انه هو من المينيم يعني من الاي 15 وهو موجود في المنتخب. صحيح. هو موجود في التربصات، هو موجود يعني مع مدرب من المدربين تاع المنتخبات ديما خير برشا، معناها مش كيما ملاعبي عنده 4 سنين في المنتخب ولا 5 سنين، كيما ملاعبي وقت يوصل للكادي ا ولا بريميرا جونيور يلقى روحه كونفوكي في ليكيب ناسيونال، وهذه حاجه مهمه برشا معناها. ان شاء الله في ليديسيون الجايه مش نلقاو تو مشوا لي وتلاقوا بهم هذوما اللي زاني امبير، مش نلقاو نورمالمون نلقاو مخير حتى الكاليتي وحتى الحضور وحتى كل شيء نلقاو مخير. بالنسبه ل 2001 قلت لك صارت الراسومبلومون وجات المشاركه نتاع البطوله العربيه، انا حسب رايي انا قبل البطوله العربيه حاجه وبعد البطوله العربيه حاجه، لانه يعني قبل البطوله العربيه الملاعبين هذوما الكل ما كانوش معروفين يعني عند الراي العام الرياضي نحكي وعند جمعياتهم وعند كي مشينا البطوله العربيه في السعوديه وعملنا فينال واخترنا كونتر السنغال وقتها ولاو ما بين قوسين معناها ولاو عندهم اسامي ولاو عندهم قيمه ولاو انهم ممكن جمعياتهم يتبعوا فيهم، ولو انه استثناء طارق بريمه والميموني ظهر لي لعبوا حتى مع ترجي في تورنوا اصغر في قطر وقتها العباد اللي عرفتهم زاد عملوا بريستاسيون به كان تفكر. اي اكيد بريمه هو ولعب صغير برشا سينيور، بريمه لعب 17 سنه ولا اقل شويه عمل العقد ولعب سينيور، لكن مش كيف انك انت معروف معناها كما نقولوا فما ملاعبين باهيين ديزيليت في الستاد ولا في الاسبيرونس ولا في الكلوب ولا في السي اس اس ولا في الاتوال ولا في جي اس كا، كيما تلقى روحك في منتخب في جروب في ماتشوات يعني الدوره نتاع السعوديه كان النيفو نتاعها باهي برشا وتمشي وتتقدم تمشي وتتحسن، وبعد ما روحوا من البطوله العربيه شفناهم كلهم عملوا عقود في جمعياتهم، شفناهم برشا فيهم ولاو يلعبوا. انت تو جبت على الميموني قبل البطوله العربيه كان يلعب في الجينيور معناها. صحيح. في الاواسط ميم با في الليليت نتاع ترجي معناها. صحيح. يلقى روحه معروف والناس تتبع فيه، جمهور ترجي تتبع فيه، يلقى روحه في العشر ماتشات اللي كملناهم هذوك لعب في الاسبيرونس مع نجوم كبار معناها ماهيش سهله راهو الترانسفورماسيون هذيا، الناس اللي تتبع الكوره وتتبع السبور تعرف اللي ماهيش سهله معناها، تو دانكو تلقى روحك وليت تلعب مع نجوم كبار في بريسيون كبيره، والاسبيرونس شفنا العشر ماتشات اللي كملتهم لعبهم بريسك الكل الميموني كيف شهاب العبيدي
في النادي الافريقي. توا انا بصيفتي نحكي اليوم النادي الافريقي قاعد يجري باش يكمل العقود نتاع محمد امين زغاده وقياسهم باش ياهلهم قبل 31 جانفي باش يكونوا على ذمه المدرب الاسعد الدريدي. ملاعبيت الاسبيرانس الاتوال الكل هو ترى مادام حكيت انت على البطوله العربيه، المنتخب هذا قدم بريستاسيون كبيره برشا في البطوله هذه، طارق ظهرلي على البر الفوق برشا، الشيء اللي خلينا نشوفه منتخبنا ما يلقاش الصعوبات اللي لقاها في التاهل في التورنوا هذه. مثلا منتخب المغرب نذكر بحنا اربع في البطوله العربيه اليوم تعادلنا معاه، باش تفسر الحاجه هذه طارق؟ اكيد هو المنتخب نتاعنا في الدوره هذه ما كانش كيما نستناه كيما كان يستناه، وانا انا قريب برشا من المنتخب هذايا ونحكي برشا مع المدرب مالك انزاري، هو بيدو مش فرحان. معناها انت ما اذا كان تربح كما قلت انت خمسه شهور تالي تربح المغرب اربعه وبعد ما تنجمش تنتصر عليها في تونس، دونك فما حاجه، وهذا اللي انا قاعد نفسر فيه اللي راهو الملاعبيه مش نقول خرجوا شويه من مخاخهم، ولاو بروفيسيونيل وعملوا عقود ولاو يتدربوا في الفريق الاكابر، دونك فما شونجمون في حياتهم حتى هما، معناها روندمون عادي باش يصير فيه هذه البيرتورباسيون. الحمد لله اللي حتى ما كناش باهيين برشا، المهم ترشحنا توا بطبيعه مش يحطوا ساقيه مع القاعه ومش يرجعوا توا، خاطر اذا كان في كاس افريقيا في موريتانيا مش تلقاهم على الاقل فما سبعه ثمانيه ملاعبيه يلعبوا اساسيين في الفرق نتاعهم، وهذا كله يرجع بالمنفعه للمنتخب التونسي. تعرف هما الملاعبيه اللي كانوا بارزين اللي سميتهم انت الميموني وبريمه، العبيدي كيف بون، الميموني وبريمه ما شفناش المردود اللي سنيناه منهم، بون بدرجه اقل شهاب يطلع ويهبط النيفو نتاعو كان تاكد لي انت، باش تفسروا هذا الملاعبيه اللي كنا معاملين عليهم ما لقيناهمش معناها؟ أنا قلت لك هذا مفهوم. بالنسبة لبريمة حاجة، بريمة راهو قبل البطولة العربية قبل ما يجي المنتخب 2001 هذايا المستوى نتاعو طاح برشا في الترجي، صارت له حتى مشاكل جانبية مع الهيئة نتاع الترجي في العقد نتاعو، الطفل يعني خلينا نقولوا تخلى بعضه شوية، ضيع شوية لروبير نتاعو اللي رجعوا للوحدة، رجعوا للمنتخب ورجعوا مالك أنزار تلاقي بيه ويمن بيه ورجع بالريمه وعمل بطوله عربيه باهي، دونك هذا مفهوم. بالنسبه للميموني انا نتصور انه الشونجمون اللي صار له سبورتيفمون هو اللي خلاه ممكن ما يكونش في النيفو العالي نتاعو، معناها فما، وانا متاكد اللي في كوب افريقيا الجايه مش نلقاو منتخب خير من اللي شفناه تو. يعني تو اكيد معناها فما تقييم مش يصير وفما المردود تاع الملاعبيه، فما كورديناسيون اسلام مع الجمعيات اللي مالوريزمون معناها لازم تكون اكثر اقوى من هكا، انه تتصل على ملاعبيتك شنو احوالهم شنو امورهم شنو عقودهم يتراناو ليه في الادويه نتاعهم اللي تضرب شنو السويفي نتاعو، هذا كله لازم يصير اكثر، لانه بصراحه المنتخب هذا معناها خلينا نقولوا بلغه الشارع بلغه الكوره فيه تميعه، معناها لاعبيه معناها ينجموا يوصلوا، نجموا نهار اخر نلقاو كيكوزان منهم هذوما موجودين في المنتخب الاول، وهذه علاش تخدم معناها لي جون ولا المنتخبات الشبان تخدم انت باش توصل اللاعبيه للسينيور وبعد تلقاه في المنتخب الاول. شفت انت الاكتشاف الكبير بالرغم احمد العبيدي عمل البطوله العربيه ممتازه جدا، افضل حارس في تونس صحيح، وجاء حارس الدمرجي من رين ونحى بلاصه، معناها هذا تعرف باش نسالك على ملاعبين اللي جاوا جدد شنو الاضافه نتاعهم، لكن قبل نحب نكمل مع زياد بريمه انه نعب على جناب اكثر الاوقات نتاع المقابلات، ونعرف انه هو كان قلب هجوم عليه، اثر شويه على المردود نتاعه؟ لا ما اثرش، لانه فما الديسبوزيتيف اللي طالبه المدرب وانت وليزادفيرسير، لانه الناس تحسن مش معناها ربحت المغرب اربعه راك مش تلقاها سهله، والمنتخب الليبي مع احترامي الناس اللي تتبع الكل حتى واحد ما كان يسخاي المنتخب الليبي على الظروف اللي في ليبيا ما فماش بطوله، الناس الكل حاطين المكان الاول والثاني ما بين تونس والمغرب والجزائر، لكن كرويا معناها المنتخب الليبي عمل دوره ترشيحيه في اعلى مستوى معناها، وهذه ديما الكوره تخبي لك حاجات، وديما راهو الكلام ساهل والتيوري ساهل باش تحكي اللي تحب، لكن على ارض الواقع شفت البارح معناها في سيخ 85 باش نجمنا نسجل المنتخب الليبي اللي بصراحه فيه زاده ملاعبيه ممتازين جدا. هذا اسلام ديما راهو الخدمه والرينيون تكنيك والكلام والسويفي نتاع الملاعبيه والترافاي سبيسيفيك والترافاي كوليكتيف وكل ويعجلك شيء معناها، لانه ماكش وحدك تلعب معناها، لانه احنا مش معناها هذا الدور الترشيحي في تونس راهم ساهلين المنتخبات هذوما نجموا نعديهم فاسيلمون، لا مش صحيح، هذا كيما احنا عندنا ملاعبيه توا
ولينا نجيبه في ملاعبين من برا المنتخبات، وخلينا نعرفوا احنا اللي العدد بتاع المحترفين اللي خاصه المنتخب المغربي والجزائري لا مقارنه بين احنا، معناها كان هم يجيو يعملوا سيليكسيون تلقاو عندهم على الاقل 50 جوار من عام 2001. الملاعب انا كي كوزان اللي لوجوا عليهم اول الملاعبيه جايين تبعوه ونمشيو له. الملاعبيه هذم طارق اللي قلت جايين من برا كيما الياس الدامرجي اللي حكيت عليه، صحيح حد بريستاسيون كبيره برشا كيف كيف مالك اللمتي احسن العيالي سئنا منه برشا كيف كيف، ولو انه ساهم برشا في التاهل بالتمرين الحاسمه لشهاب العبيدي، شكون اخر معقني ايضا الملاعبيه هذم شنو الاضافه نتاعهم كانت طارق؟ هل فما ديفيرونس معناتها فرق كبير بيننا وبين ملاعبيتنا المحليين اللي من البطوله التونسيه وبين الملاعبيه هذم؟ اكيد فما حاجتين دو فولي اسلام، الفولي الاول هو الفورماسيون، الفولي الثاني هي الكاليتي، يعني تبدا الكاليتي موجوده تنجم حتى تعمل فورماسيون كبيره برشا وانت متوسط، اما الاكتشاف الكبير حسب رايي انا الاكتشاف الكبير للكره التونسيه هو الجارديان. يعني الجارديان دونك مستقبل تونس موجود، الجارديان هذا دمرجي عنده مستقبل كبير برشا، مش يكون هو الحارس الاول نتاع المنتخب في السنوات القادمه، معناها نحكي لك حتى من كواليس المنتخب ستاف بيدو، معناها الناس اللي قراب للمنتخب تفاجئوا في المستوى هذا، ومش ساهل باش يجي حارس ديريكت يفك البلاصه تاع احمد العبيدي، نعاود اللي نقول اللي هو حارس ممتاز جدا وعمل البطوله العربيه على اعلى مستوى. حتى العبيدي كي احتجناه كان موجود الحقيقه. بطبيعه هو موجود، هو نورمالمون باش يكون الحارس الثاني في الافريقي. موجود معناها عمل بريستاسيون مزيانه زاد. عمل بريستاسيون ويعرف اصحابه، هو عنده سيطره على اصحابه وفما كومينيكاسيون بينه وبين اصحابه، وعمل قلت لك بطوله عربيه وجارديان قاعد يتحسن برشا، معناها حتى في النادي الافريقي معناها يستنى النادي الافريقي نستناه في جارديان اللي مش يكون هو الجارديان الاولاني في الموسم الجاي ولا اللي بعده احمد العبيدي، يجي تو دانكو جارديان دامرجي ينحي بلاصته ديريكت، دونك لهنا تفهم الكاليتي اللي عنده بقى. وكي شفنا الروندمون دونك كان صحيح، معناها كان الكلام اللي سمعناه على الدمرجي، وانا كنت تفرجت حتى في ليزونترينمون في التحضيرات للدوره الترشيحيه هذيا، وشفت معناها مستوى عالي جدا بصراحه، وهذه حاجه باهيه برشا للمنتخب. بقيت الملاعبين العياري احسن العياري نعرفوا شي راهو يعني قبل بنهار ولا بنهارين من تبدا الدوره. كنا شويه وقت ونستناو رغم التمرير الحاسم، نستناو منه مخير جاي من جمعيه كبيره، جاي من مدرسه كبيره تاع كره قدم، نستناو منه اكثر. وكما قلت انت الملاحظه نتاعك على بريمه، نستناو بريمه خير، نستناو ميموني خير، نستناو شهاب العبيدي خير، واحنا ماشيين معناها حتى على مستوى الديفونس والاربع ديفونسوريت اللي موجودين كيف تو مش نلقاهم كما محمد امين زغاده باش نلقاوه في النادي الافريقي في الاكابر، توا القاسمي كيف علي غرام في النادي الصفاقسي كيف صحيح. دونك هذوما توا سا بروغريس بالوقت باش تولي تحكي على ملاعبي سينيور، معناها فريمون ما عادش نحكيو على نبيل مقني طارق واكتشاف وكذا. نبيل مقني طارق كيف نبيل مقني، انا قلت لك انا الروندمون الكل بتاع المنتخب ما كانش كبير برشا، ما شفناش مع يعني منتخبك اللي كرازي في ليزادفيرتير نتاعو، وعطيتك الاسباب معناها فما اسباب، فما تربصات برشا، فما السنه فما البريسيون زاده، شفنا الضغط بتاع ماتش ليبيا تفهم، فما الضغط معناها الاولاد عايشين في تونس وعايشين معانا ويحلوا في الفيسبوك وفي الانستغرام ويعرفوا لي الشعب التونسي كل يستنى في الكاليفيكاسيون، هذاك الكل يخلي الملاعبين سو بريسيون، كانت معناها مشكلتنا ان نترشحوا. توا بعد ما ترشحنا نتصور انا بعد ما قيم الاطار الفني وبرشا حاجات واكثر، انا ديما نطلب اكثر تنسيق مع الجمعيات باش يكونوا الاولاد في 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 افضل ظروف في 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 جمعياتهم، مش لازمه معناها تنجمش تفرض على جمعيه باش تلعب وانت في الاكابر، لكن تتلهي به في كل شيء، الكوتي تكنيك تكتيك كوتي الاكسترا كوره زاد اللي جين دي في نتاعهم كذا، لانه ماشيين الكوب دافريك، وكوب دافريك هو اللي مش لازم المونديال، يعني هذا الحلم الكبير المونديال. بون المونديال للاسف فقع الغاء المونديال، فماش مونديال تاخيره مش الغائه، اي حتى تاخيره مع 2023 معناها ما عادش يخلطوا هذم عندهم لجوز اولمبيك. طارق لجوز اولمبيك ان شاء الله يكونوا في لجوز اولمبيك، وبطبيعه تتقيد لهم ونعرفوا كل نتفكروا احنا الاديسيون تاع حمايه العبيدي عام 2001، وبعد شفناهم كيفاش كلهم عملوا كارير كبيره وكلهم نجحوا بعد في يعني كل ما يكون المنتخب عنده قيمه، كل ما يكون المنتخب موجود في المنافسات ولا في المسابقات الافريقيه ولا الدوليه ولا الاقليميه ديما تكون ضامن اكثر، شوط اكثر ملاعبي للسنيور
يكونوا اساسيين وتحسنوا، ما نحبهمش احنا بعد يلعبوا في وسط تابلو ولا يلعبوا على تفادي النزول، نحبهم يلعبوا في فرق كبيره وبعد ينتقلوا لبرا، وهذا الكل يرجع ديما للمنتخب الاول اللي احنا نستناه ديما نقولوا وين كاليتيش بينا ما نحسنوش بينا كذا. دونك المنتخب 2001 يسمى عمل اللي عليه، كنا نستناه مخير على نيفو معناها الاداء والروندمون تاع اللاعبيه الفردي ولا الجماعي، لكن بصراحه معناها جرون برافو للمدرب مالك انزاري اللي نجحها قبل، وهذه معناها فما حاجه نتعرفها العباد، ماهر في الليجون نجحها قبل وصل للعالميه، تو خذا الجروب هذايا الناس كل فيه الكاليتي، ما راهو ماناش وحدنا ديما يلزمك برشا خدمه وبرشا وبرشا صبر باش توصل معناها تلعب مع المنتخبات الكبيره هذايا. جرون برافو، اكيد فما مراجعه للحاجات، فما حاجات باهين كما قلت لك الملاعبيه اللي ولاوا اساسيين في جمعياتهم واللي عملوا عقود واللي ولاوا معناها نقولوا مشاريع نتاع ملاعبيه القدام، حارس المرمى الهجوم اللي فيه ملاعبيه كيف اللي احنا المنتخب الاول ما فيهش مهاجم تو نلعبوا به بالخزري اون بوينت وحكينا فيه سلام الموضوع هذا. دونك بزيد ملاعبي بزيد جوار بزيد سوليسيون ديما مخير معناها، ولهنا الفيدراسيون حطت خلينا نقولوا حطت يعني تلهيت به المنتخب هذا بالكدا والنتيجه جات، لكن نستناو في الكوب دافريك ان نكونوا على الاقل في المربع الذهبي باهي اللي نحن وللملاعبيه وللكره التونسيه بالطبيعه. واضح، شكرا لك يعطيك الصحه. طارق حسيتك متفائل برشا للكوب دافريك. اكيد متفائل لانه انا قلت لك امبوسيبل الاولاد يعملوا روندمون كما اللي عملوه في الكوب دافريك هذايا، ان شاء الله قريب برشا. قلت لك وعندنا ملاعبيه في النادي الافريقي نستناو فيهم ونتبعوا فيهم، وقريب برشا للمنتخب ونعرف شنو الخدمه اللي صارت والاضافه الكبيره اللي عملها المدرب ماهر الكنزاري، والجامعه بطبيعه وفرت له كل شيء معناها، هنا تقول هذه وتقول هذه معناها، لكن راهو مش سهل ماكش تلعب وحدك اسلام، لي ناسيون كل معناها تقدموا في كره قدم، مش معناها احنا ديما عندنا مشكله في الليجون ما نتعداوش، هنا تعدينا المره هذيا ومتاكد انا مش تشوف عليه غرام كبير في الكوب دافريك، مش تشوف دامرجي جارديان احمد العبيدي كيف شهاب العبيدي الميموني مقني العياري، دونك ان شاء الله انه الاولاد باش يكونوا خير برشا من الكوب من الدوره الترشيحيه هذه، لانه بصراحه تحس فما ضغط تحس ماهوش النيفو نتاعهم هذاك، لكن رغم هذاك الكل برشا صبر وبرشا واحد وصلنا ترشحنا وجات الفرحه البارح، وان شاء الله الفرحه في موريتانيا تكون ان نكونوا في المربع الذهبي ان شاء الله. اكيد بالتوفيق ان شاء الله المنتخبنا في بطوله افريقيا. شكرا لك طارق المسعودي على كل الايضاحات والتفاصيل اللي مديتنا بها. فاصل الاخبار ثم مواصلين في فريق